بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو. إذا إن شاء الله سنقوم بتصحيح الإكسرسيس نيميرو دو بور لو دوفوار نيميرو دو. دونك الله يرضى عليكم، قرأ معي التمرين. سوا إف لا فونكسيو ديفيني سير إف بار vous avez إف دو إكس إيكال إكس على بوسانس 3 موان 3 إكس موان 3. Première question, vérifiez que pour tout x appartenant à R, f prime de x égale 3 facteur x moins 1 facteur x plus 1. Donc, on a une chose à rappeler. Donc, on a pour première question, on a f est dérivable sur R car c'est un fonction polynôme. Là, c'est un fonction polynôme. Donc, pour tout x appartenant à R, pour tout x de R, on a f prime de x. Il y a x à la puissance 3 moins 3x moins 1 prime. Il y a une remarque même si je n'ai pas écrit cette phrase, je vais calculer la définition, ça sera vrai. Donc là, on va faire un rappel là avec vous. On a la dérive. بالنسبة للديريفين، إلا كان عندنا واحد لو نومبر كونسونت، حنا نديرو غابيل على حساب هادشي اللي عندنا هنايا. إلا كان عندنا واحد لو نومبر كونسونت، يعني هاد أ نو ديبون با دو إكس، منضروش في إكس، الديريف ديالو كيعطينا زيرو. إلا كانت عندنا أ إكس، أ إكس باغ إكزومبل عدد مضروب في إكس، الديريف ديالو كيعطينا أ. باغ إكزومبل مثلا ناخدو طرواز إكس، أو لا مثلا سانك إكس، سانك إكس الديريف ديالها هو سانك. هنا مثلا أ سيت، سات. 7 ne dépend pas de x, et le dérivé de la égale 0. Nous avons x à la puissance n, dérivé de tel que n, nous appartient à n étoile, différent de 0. Ou bien appartient à k étoile. Donc nous avons x à la puissance n, dérivé de la, que nous avons la puissance, ou les coefficients. كنعاود هذه كما هي نكتبها وكننقص منه واحد. باغ اكزومبل عندنا اكس على بويسونس 5، تنشد البويسونس كيولي كويفيسيون، كنعاود نكتب هذه كما هي ولكن كننقص منها واحد. 5 ناقص 1 هي 4. دابا هنا نطبقو هنا لهذا. دابا اكس على بويسونس 3، اكس على بويسونس 3 البويسونس غيولي لينا كويفيسيون، وغنعاود نكتب هذه كما هي ولكن غنقص منه واحد. 3 ناقص 1 هي جوج. موان هاي الموان هاد 3 إكس سو لا فورم AX، هاي سو لا فورم AX، يعني الدريف ديالها عطينا هو 3. العدد واحد ستا نمبر كونستونت، يعني منضروش إكس، الدريف ديالو إيكال زيرو. سي كلير، سي تخي بيان. حنا فين باغي نوصلو؟ حنا باغي نوصلو لهاد الكتابة ديالها 3 فاكتور إكس موان 1 فاكتور إكس بلس 1. دونك هنايا شنو اللي كنلاحظ اللي كيتعاود هنا وهنا؟ هو 3. إلا عملنا بالطروة شنو غتبقى لينا هنا؟ غتبقى لينا هنا إكس أو كاري، هاهي نكتبها، وها ناقص، وهنا الطروة راك بحال مضروبة في واحد، يعني ملي غنعمل بتلاتة غتبقى لينا في المكان ديالها واحد، فهادشي كلاه سي تخي بيان. إذا هاهي الطروة تبقى كما هي، هاد إكس أو كاري ناقص واحد، راه هناك بحال عندنا واحد أو كاري، يعني هادي سو لا فورم إيدونتيتي روماركابل، اللي هي إكس موانس أن عامل إكس بليس أن. يعني نتوما غير دو طخو مانيير، شتي نتوما لو وصلتو غير لهنا، درتو غير الديريف وصلتو لهنا، راه إلا حطيتو هادي مباشرة راه يعتبر الجواب صحيح، مفيهاش بروبليم. دونك هنا الله يرضيكم، هدا هو الديريف. دونك أون باس مانتينو لا دوزيام كيسيو. دوزيام كيسيو شنو قاليكم؟ دغيسير أو طابلو دو فارياسيون. دونك هاو طابلو دو فارياسيون الله يرضيكم، مع الطابلو دو فارياسيون، مثلا نجي لهنا الطابلو دو فارياسيون. دائما دائما شنو كندير؟ اكس، وهنا كندير اف بريم دو اكس، اف بريم دو اكس اللي هي 3 فاكتور اكس موان 1 عامل اكس بلس. في الحالة الأخيرة كنديرو اف
هنا دائما كندير الدومين اللي انا خدام فيه، الدومين اللي خدام فيه حنا قال لكم اف ديفينيسيون ار، يعني من موال انفيني لبليس انفيني. طيب دائما الله يرضي عليكم ما بين موال انفيني وبليس انفيني كنوضع لي سوليسيون الا كانوا عندنا ديال اف بخي لي سوليسيون، الا كانوا طبعا عندنا. يلا دابا هنا بالنسبه للسؤال الثاني، بعدا هنا غنجي نقول مثلا اون هاي اون اف بريم دو اكس ايغال زيرو ايكيفالون، هنا هاي ايكيفالون نجيب هنا التتمة. شكون هي اف بريم دو اكس؟ ياك هي 3 عامل اكس موان زيرو عامل اكس بلس ان ايغال زيرو، ياك هي اف بريم دو اكس. دائما ملي كيكون عندنا الضرب يساوي زيرو، ملي كيكون عندنا لو برودوي كيساوي زيرو، يعني واحد فيهم كيساوي زيرو. دابا مثلا 3 واش 3 كتساوي زيرو؟ طبعا تقولوا لي لا، دونك اما تكون هاد اكس موان زان هي اللي كتساوي زيرو، او بيان هاد اكس بلس ان هي اللي كتساوي زيرو. تخي بيان كيفا اكس موان زان ايكال زيرو يعني اكس تساوي واحد، او بيان اكس بلس ان ايكال زيرو يعني اكس تساوي موان زان. دونك شحال عندنا من سوليسيون؟ دو سوليسيون. صافي ملي نعاود اف بريم دو اكس ايكال زيرو يعني كنعوض اف بريم دو اكس في القيمة ديالها هي هادي ايكال زيرو. صافي في حالة ما سيبوزو انه مثلا ما عطاوكمش اف بريم دو اكس كتساوي هادشي، نتوما ملي غادا نديرو الديريفي غتلقاو 3 اكس او كاري، هي غتلقاو 3 اكس او كاري ناقص 3، هادي راك بحال سو لا فورم بولينوم او بيان ايكواسيون ترجعوها سو لا فورم ايكواسيون دو لا دوزيام دوغري تحسبو ضيعتا. الا ما طاحتش عليكم هاد الفكرة ديالي انكم تعملو 3 اكس او كاري موان سو لا فورم ايطون في الطور المركب، ولا ما طاحتش عليكم تحسبو ضيعتا عاد. دونك شحال لقينا من سوليسيون؟ لقينا دو سوليسيون اللي هي موان زان هكا، يعني جا نحط هنا لي سوليسيون ها موان زان ها، يعني ملي كنقول سوليسيون يعني المعنى ديالها لا عوضنا اكس مثلا هنا بناقص واحد عطانا زيرو، لذلك لا عوضنا مثلا اكس بواحد هي واحد ناقص واحد عطانا زيرو، زيرو في اي عدد هو زيرو. ولكن شنو غادي ندير هنايا؟ عندنا دو سوليسيون، ولكن شوفو لا دير هاد 3 عامل اكس موان زان عامل اكس بلس ان، راه هي هادي هاي هي هاي هاي نكتبها هنا، راه هي 3 اكس او كاري موان 3. ياك قبل ما نوصل لهنا هادي راه هي هادي هاي، هادي سو لا فورم ماذا؟ سو لا فورم بولينوم دو لا دوزيام دوغري يعني ترينوم. شنو كنديرو؟ اوغ دي غاسين هنا وهنا شنو كنديرو؟ كنديرو سين دو ا، عقلوا عليها، كندير سين دو ا هنا كذلك سين دو ا، وهنا كندير لوبوز يعني كونتر سين دو ا، كونتر سين دو ا. صافي سي كليغ. شكون هو ا؟ ا هو العدد اللي مضروب في اكس او كاري لابي، ا هو العدد اللي مضروب في اكس او كاري اللي هو 3، 3 بوزيتيف لا نيجاتيف بوزيتيف. ملي كنقول سين دو ا يعني لو سين دو ا بوزيتيف، لو سين ديال ا يعني بوزيتيف، هنا لو كونتر سين دو ا يعني نيجاتيف. دونك إذا كانت اف بريم بوزيتيف يعني لا فونكسيون كرواسون، كانت نيجاتيف ديكرواسون، كانت بوزيتيف كرواسون. هنا اكس هنا اف دو اكس يعني هنا ناقص واحد، هنا راه اف ديال ناقص واحد، هنا واحد يعني هنا اف ديال واحد، هنا بليس انفيني ما نقولش هنا اف ديال بليس انفيني، غنقولو ليميت بليس انفيني. صافي سي كلير نحسبوها هاي. نخيل على ليميت كون اكس طونغ بليس انفيني ديال اف دو اكس اللي هي لا ليميت كون اكس طونغ بليس انفيني اف دو اكس غنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي اكس ثلاثة ناقص ثلاثة اكس ناقص واحد. هادي شنو؟ سو لا فورم فونكسيون بولينوم. ملي كتكون عندنا اكس طونغ بليس انفيني ديال فونكسيون بولينوم كناخدو لو تيرم كي لو بلو كرون دوغري اللي هو شكون؟ اكس اس 3 لا ليميت ديال اكس اس 3 كون اكس طون فيغ بليس انفين هي بليس انفين، يعني هادي شنو تبقى بليس انفين. وهنا موال انفين ما نديروش اف ديال موال انفين، نحسب الليميت هاي لا ليميت كون اكس طون فيغ موال انفين ديال اف دو اكس اللي هي لا ليميت كون اكس طون فيغ موال انفين اف دو اكس اللي هي اكس اس 3 ناقص 3 اكس ناقص 3. هادي سو لا فورم فونكسيون بولينوم، لا ليميت نيك تكون اكس طونفير مول انفيني كناخدو لو تيرم لي عندو اكبر اس لي هو اكس 3
يعني تساوي لا ليميت تكون اكس تنفير موال انفيني ديال اكس لا، يعني الا كانت اكس تنفير موال انفيني يعني اكس اس 3 تكون موال انفيني صافي، يعني كحلي دوطخ مانيير الا كانت اكس موال انفيني كحلي موال انفيني اس 3 هي موال انفيني ضارب موال انفيني ضارب موال انفيني فاش انا موال انفيني صافي، ماشي مشكل ندير لكم واحد الغابي بصراحة. لي هادشي المهم كنحاول ندير لي غابي بالنسبة للتلاميذ اللي شوية باقا متعرفين، دائما الا كانت عندكم اكس بانفر بليس ان في ديال اكس اس ان تال كواد ان ابارتنا ان دائما هاديك تبقى انا بليس ان في صافي، ملي تكون اكس بانفر بليس ان في ديال اكس اس ان دائما تبقى انا بليس ان في افي كواد ان ابارتنا ان سي كلير، ولا كانت اكس بانفر موال ان في ديال اكس اس ان بحال هاد الحالة هادي اكس بانفير موال انفيني اكس اس 3 شنو كنشوف؟ كنشوف الله يرضي عليكم ديما هاد ان واش بير ولا ان بير، الا كان ان بير كتعطينا بليس انفيني ولا كان ان بير كتعطينا موال انفيني، بحال مثلا هنا عندنا اكس بانفير موال انفيني ديال اكس اس 3 هاد البويسونس واش بير ولا ان بير، دابا قلت لكم 3 راه فعلا ان بير يعني غتبقى موال انفيني، وكما هنا 4 غتولي بليس انفي عرفتي كلير، انت كنشوف البوسون فواش بيغ ولا امبيغ الا كانت هنا موال انفي، اما الا كانت بليس انفي توجور كتبقى انا بليس انفي دونك اون باس لا ديرنيير كيستيون، دونك اون باس مانتونو لا ديرنيير كيستيون قال لكم هنا مونتري كو اف دو اكس ايكال ا موان زان ادمي ان سوليسيو انيك ار دون لانترفال ان دونك الله يرضي عليكم هنا بصيف، ولكن شوف هنا في هذه الحالة ما عطاوكمش اف دو اكس ايكال زيرو، ما عطيتكمش اف دو اكس ايكال زيرو، كتبت لكم اف دو اكس ايكال موان زان يعني ايكال ان نومبر عفوا، دونك دائما لا صادفتو هاد الكيسيو مثلا مونتريكو مونتريكو مثلا اف دو اكس ايكال ك باغ اكزومبل، سواء زيرو واحد جوج ثلاثة يكون العدد كيما بغا يكون ادمي اني سوليسيون الفا دون باغ اكزومبل ا كنتحقق هنا من 3 كونديسيون، بروميير كونديسيون خاص تكون اف اي كونتي سير هاد لانترفال نسمي اي خاصهم كونتيني على دوزيام كونديسيون خاص تكون اف اما ستريكتومون كواسون اولا ستريكتومون دي كواسون سير هاد لانترفال، تروازيام كونديسيون عادي الله يرضي عليكم كنحسب اف ديال ا ونحسب اف ديال بي، ملي كنحسب اف ديال ا ونحسب اف ديال بي هاد العدد كا خاصو يكون محصور بيناتهم، يعني دوطخ مانيير بحال لي هاد العدد كا خاص يكون كومبري اونتر اف ديال ا و اف ديال بي، يعني هاد ملي كنقول كا كومبري اونتر اف ديال ا و اف ديال بي يعني دوطخ مانيير بحال لي كا ابارتينا اف ديال ا بي سي كلير، مهم هاد النقطة عندي نفصلها لكم مزيان، مثلا هنا لو كان باغ اكزومبل مثلا ا بي هو لانترفال ار يعني هنا عوض ا بي اف ديال ا بي ندير اف ديال ار، يعني نمشي نحسب اف ديال ار عادي مثلا باغ اكزومبل اف ديال موال انفيني بليس انفيني، شنو غادي نحسب هنا يعني كيف غادي نحسب لي ميسيو موال انفيني ولا ميسيو بليس انفيني ونشوف لا فونكسيون واش كخواسونت ولا دي كخواسونت، ونلقى هاد كا خاص يكون باغ اكزومبل مثلا لقينا اللي ميسيو موال انفيني باغ اكزومبل مثلا زيرو مثلا بليس انفيني لقينا مثلا بليس انفيني، كنشوف هاد كا خاص يكون محصور بيناتهم مثلا كان كا 3 كان كا هو 3 يعني باروا راه كينتمي لانترفال 0 بليس انفيني، كان 5 كينتمي 0 بليس انفيني، كان مثلا 8 كينتمي 0 بليس انفيني، يعني نيسيسيرمون غتلقاو هاد العدد كينتمي لهاد لانترفال صافي، ماشي بالضروره يكون لانترفال ا قلنا يقدر يكون ا يقدر يكون مثلا شب يقدر يكون مثلا 0 بليس انفيني مثلا
مثلا عوض ار بي مثلا يكون عندكم اف مثلا ديال 0 بلس انفيني مثلا. هذا غنمشي نحسب اف ديال 0 بلس انفيني، نبغى نحسب لي ماس ديال لانتيغ فنشوف لا فونكسيون واش كواسون ولا ديك كواسون. سيبوزو ان حسبنا اف ديال 0 بلس انفيني لقينا مثلا لقيناها مثلا باغ اكزومبل 1 بلس انفيني مثلا. هاد العدد كا خص يكون كينتمي للملل، مثلا الا كان كا 8 ولا 3 ولا 5 راه كاين في هاد النقطه صافي كلير. دونك هنايا غنجيو لهنا الله يرضي عليكم نتحقق من هاد لي كونديسيون. هاد المهم هذا هنا ملي كيكون لابيرفال مثلا ماشي ابي باغ اكزومبل يقدر يكون ار مثلا كيف مشينا هنا ولا 0 بلس انفيني ولا مول انفيني باغ اكزومبل شي عدد. غنخصص لكم تمرين خاص يعني شي تمرين مقتطف من فرض، نحاول معكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. دونك هنا بروميير كونديسيون شنو قلنا خاص تكون لا فونكسيون اي كونتي. هاد لا فونكسيون هادي هي حنا شنو لانترفال اللي غنخدمو عليه لانترفال ان. دونك هنايا اف هاد لا فونكسيون هادي سو لا فورم فونكسيون بولينوم، توت لي فونكسيون بولينوم سون كونتيني سير ار، وبالتالي الا كانت كونتيني سير ار راه كونتيني في هاد لانترفال. يعني ممكن نقول نيشان اف اي كونتيني اي كونتيني في هاد لانترفال ان دو سواء درناه اوفر ولا فيرمي با دو بروبليم كار اتين فون اف اتين فون سو بروبليم. Pour la deuxième condition, f strictement une croissante, la strictement décroissante. D'abord, nous avons l'intervalle qui est donné. L'intervalle qui est donné, c'est 1, 2. On va l'intervalle 1, 2. 1, on a 2, 2. Mais 1, 2, qui est la fonction strictement croissante. Mais 1, ramène 1. On a rien de ça. من الان دون راه عندنا اف بريم بوزيتيف يعني ستريكتومون كروسون. دونك هيا اون اف دوزيام كونديسيون اف اي ستريكتومون كروسون اي ستريكتومون كروسون سير لانترفال ان. واخا كنا نديرو فيرمي هنا با دو بروبليم مفيش مشكل سي كلير. دونك هنايا غنمشيو لتخوازيام كونديسيون شنو قلنا كنحسب اف ديال ا ونحسب اف ديال بي. يعني هاي قلنا اف ديال ا شحال عندنا هو واحد، اف ديال واحد ايكار. غنمشي نعوض اكس هنا بواحد، يعني هنا نعوض اكس بواحد وهنا نعوض اكس بواحد. استعملوا الاله الحاسبه تجيكم واحد بس ثلاثة ناقص ثلاثة ضرب واحد ناقص واحد، واحد بس ثلاثة هي واحد ناقص ثلاثة في واحد هي ناقص ثلاثة، غتبقى لكم هي ناقص ثلاثة. استعملوا الاله الحاسبه اف ديال جوج هاي غادي نحسب. حسبنا دابا اف ديال ا اللي هو واحد، دابا نحسبو اف ديال جوج اللي هو بي. غنعوض اكس بجوج وهنا نعوض اكس بجوج غتجيكم جوج بلس ثلاثة ناقص ثلاثة بجوج ناقص واحد. هاد جوج بلس ثلاثة هي تمنية، ثلاثة بجوج هي ستة، تمنية ناقص ستة هي جوج وجوج ناقص واحد هي واحد. طيب دونك شنو كنلاحظ الله يرضي عليكم هانتوما دابا حسبنا هاي حسبنا اف ديال واحد لقينا ناقص ثلاثة وحسبنا اف ديال جوج لقيناه يساوي واحد. وحنا شنو بغينا نبينو بأن اف دو اكس ايكالا موان زان عطني ان اكس سوليسيون بيناه كونتينس كي طون مونوطون. هاد موان زان واش محصور ما بين ناقص ثلاثة وناقص وعفوا واحد؟ لا طبعا غتقولوا لي غنقول اي موان زان كومبري اونتر موان 3 اي 1 صافي. او بيان اما نعبر عليها بهذا التعبير اولا نقول موان زان كومبري بحال كعاد اونتر موان 3 اي 1 اولا نقول موان زان ابارتينا اف ديال ان او اف ديال لانترفال ان و اف اللي هو ملي حسبنا اف ديال لانترفال ان شحال لقينا اف ديال ان موان 3 اف ديال دو لقيناها ولا ممكن هنا لقينا شحال لقيناها طيب. يعني هاد موان زان ابارتينا هاد لانتيغ هنا واخا نديرو قلنا فيرمي با دو بروبليم.
اه سي كلير. او لا اوفر، غير هو هنا مثلا الا كانت اوفر هنا تحسبوا لا ليميت كفحال لا ليميت كفحال ليماج، لان لا فونكسيون راها كونتيني سيرف يعني كونتيني اون توت لي بوان اللي كاين في لانترفاس. سي كلير. وهنا تعبدوا عليه او لا تعبدوا على بعد هذا ممكن طريقه التعبير اللي جاكم ساهل ديرو، ممكن تقولوا مثلا غير اي موان زان كومبري اونتر موان 3 دي 1. دونك الجمله الاخيره شنو كنقولوا؟ دابري théorème des valeurs intermédiaires f de x égale moins 1 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 1. Donc il est venu à la vidéo, nous allons donner ma vidéo à inshallah. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا تستافدوا شويه. الله يرضى عليكم دائما كيفما كنقول لكم، الا لقيتوا شي بروبليم شي استفسار شي سؤال وضعوه في التعليق وانا نجاوبكم ان شاء الله، ما كاينش بروبليم. الله يوفقكم، الله يسر امركم ان شاء الله. السلام عليكم.